ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالدين وللحاضرين والسامعين. آمين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، بسم الله، قال كتاب، قال مناقب الأنصار، قال باب هجرة النبي، قال هجرة، قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، أو قال هجر، فإذا هي المدينة يثرب. ثم قال الإمام علي رحمة الله: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام أنه قال: قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. قال الإمام: وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه أنه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. نعم. قال الإمام علي رحمة الله: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة. لحظة، يقال ان فضيل الشيخ سيدنا الشيخ سيد عفاني في المستشفى الان، عليه وتدعو له، الله 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 يشفيه شفاء عاجلا، الله راضي رعايته واكلاه بعنايته سبحانه وجل في علاه، نسال الله ان ينفع به الامه الاسلاميه وان يطيل في عمري ويحسن في عملي، اللهم امين، الله يشفي مرضانا جميعا. تفضل. قال: فمكث بمكه 13 سنة يوحى اليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات هو ابن 63. قال الإمام علي رحمة الله: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا رفع بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. جزاكم الله خير. قال الإمام علي رحمة الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بس خلاص قال حدثني سيدنا عن أبي النضر حسبك حسبك إلى الكلام على الهجرة. طبعا ويقول أصلا أخ بيراجعني بيقول: لما أنت تعيب على حماس، أنا أستعين بإيران، ما في دول التوحيد بتستعين، كلام فارغ. شوف يا أخي، إذا قلنا أن 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 ألقنا بنفسي على أحضان أهل الكفر لا يجوز على الجميع، ما فيش خير فأوس. أنا أرجو من الإخوة بس أنها تأخذ النصيحة وتعمل بها أفضل لها، بدل من هذه المهاترات، فهم، ودعوا الناس لربهم، نحن لسنا أربابا كما قلنا، هي نصيحة خذها واعمل بها على الله جل في علاه والذي يفعل معه بهذا. كلامك فارغ يا أخي عزت، كلامك فارغ، لأننا إذا قلنا بأنه لا يجوز الاستعانة بأهل الكفر، هذا على كل الدول الإسلامية. أنت ما الآن دعك خليننا من المنافقين والمداهنين، ودهنت الدول الإسلامية وما انكرتش عليهم. الإنكار على حماس إنكار صحيح ولا مش صحيح؟ أنا الآن سأعتبرك رجلا رشيدا وأيضا مؤدبا، ولك وتريد الحق، الآن دعك مني أنا، اتهمني كما تريد، أنني أداهن أو أنا أنافق الحكام والدول الأخرى، إنكاري عليهم بالاستعانة بأهل الكفر أو بالرافض الخبثاء، إنكار صحيح ولا إنكار خطأ؟ ده السؤال. فضل أستاذ عزت، هات لنا ما عندك عشان نعلم من أنت وأي زاوية نضعك فيها، فنعرف إزاي نتعامل معك. بس هذه، هل إنكار هذا دينا صحيح ولا مش صحيح؟ بس هذا هو. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب: الهجرة
كما قال عائشة رضي الله عنها أرضاها. نعم، قال عطاء بن أبي رباح: زرت عائشة مع عبيد بن عمر الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه. وهذا أوسعنا فيه الكلام وبينا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، هذا عام إيش يراد به الخصوص، مش عام مخصوص، يراد به الخصوص. ها، يراد به مكة، على أن مكة كانت دار كفر، والله جل في علاه ألزمهم: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فلما صارت مكة دار إسلام صار يحرم ما كان يحرم قبل ذلك لم يحرم. لما صارت مكة دار إسلام وكان يقول وكان يلزمهم الهجرة، قال إذن لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأن صيرت ولله الحمد والمنة مكة دار إسلام بعد ما كانت دار كفر. فتح مكة، طيب ما هو خلاص، هو ده عام يرد الخصوص. المسألة ظاهرة في ذلك. نعم. أما في حديث: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك، وهذا كلام من؟ كلام سعد، سعد بن وقاص رضي الله عنه، يقول أن أهل مكة جهادهم ليه؟ لأنهم الذي فعلوه بأهل الإسلام بالمهاجرين لم يفعله أحد قط، يعني قتلوا منهم من قتل وعذبوا منهم من عذبوا واشتدوا في أمر النكير على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الله، حتى هاجروا إلى الحبشة الأولى والهجرة الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هاجر وهو ينظر إلى مكة ويقول: أنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك. وده تصريحه من النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. ففيها دلالة واضحة جدا على أن 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 أهل مكة أو مكة كانت أحب البلاد إلى الله جل وعلا، لكن ما فعله قومها جعل المهاجرين يحملون عليهم حملا شديدا ويحملون عليهم لأنهم كفر. وإلا أبو بكر كان يقول: هؤلاء عبدك ونصيرك، ولذلك يعني أشار عليه بالفدية ما أشار عليه بالقتل. فسعد بن أبي وقاص يقول: يعني ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وهنا في رواية أخرى قال: قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. والإخراج هنا هو ما اضطر إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى المدينة، ولله حكم وشؤون في عبادي. ثم بعد ذلك فتحت مكة وسادت الدنيا بأسرها. وهذا الذي قاله سعد بن معاذ أيضا، قال: اللهم إن أبقيت حربا مع قريش فأبقيني له، وإن أنهيت الحرب بين رسولك وبين قريش فاقبضني ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة. وقد كان واستجاب الله له دعوته. وهنا أيضا ابن عباس يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. طبعا هذا مرسل لابن عباس، ما هو موافق ذلك. ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات ابن 63 سنة. هذا المسألة اختلفوا كثيرا جدا، هم اتفقوا اتفاق تام على 10 سنوات في المدينة، لكن الخلاف كله كان في مسألة مكة، والاختلاف أيضا في سيء عمر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عامة في الأصل أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة ثم بعد ذلك بعث إليه، أرسل إليه بمكة وحدث ما حدث من الأواء والشدة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عقل. شوف، كان سنوات النصر أقل من سنوات الذي البلاء، سنوات البلاء كانت شديدة كبيرة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب، كان يبني، كان يركز في قلوب المؤمنين يغرز الإيمان. ولذلك ما هي أهم الأصول التي تعلموها بمكة أو القرآن نزل بمكة عليه؟ حتى عائشة قالت ما لو أنزل بحرمة الزنا وحرمة الخمر ما استجاب أحد. فبل هو أنزل لتأسيس الإيش؟ العقيدة في القلب، ترسيخ العقيدة في القلب، معرفة الرب جل في علاه وقدرة الرب والميل لله جل في علاه. فبناء التوحيد، بناء التوحيد في القلب. لما بنى التوحيد بناء تاما وكان حسن الظن بالله جل في علاه وأحسن التعرف على الله جل في علاه، ابتدأت الأوامر تأتي والجهاد فتح لهم. معناه في مكة إيش؟ لا هو ما أمر الله جل في علاه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض على الجاهلين. يعني حتى لما أمر بالصدع بالدعوة ما أمر بالقتال حتى يعني هاجر إلى المدينة. وفي الحديث الثاني أن ابن عباس قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 بمكة وتوفي ابن
وستين سنة، هذا على التقارب أو على القرب في ذلك. عامة مسألة الهجرة كانت مسألة عظيمة جدا، وكان أبو بكر لما رأى أن المؤمنين هاجروا والجميع تتابعون على الهجرة لإنقاذ دينهم، وده أصلا أمر واجب، يعني أمر واجب أنك تفر بدينك وجوبا، إذا كنت تعلم أنه ستكون الفتنة في دينك واجب عليك الفرار. ولذلك قلنا يجب حتى أن ينتقل من بلد لبلد، تكون البلد الثانية يمكن فيها الدين، يمكن فيها أحكام رب العالمين، يبقى واجب عليك أن تذهب إليه. وهذا الذي كانوا يفعلونه الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يفرون بدينهم. وأبو بكر كل يوم كان يقول للمسلم الهجرة الهجرة الهجرة، يقول له لعل الله يجعل لك صاحبا. فقال الصحابة رسول الله، قال الصحابة رسول الله، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس فيها الدولة الإسلامية. ثم بعد ذلك ضرب الكدية كأني به، وهو يقول يعني يقول الله أكبر أعطيت الكنزين، ويقول زوى الله لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد كان ما ترك الإسلام بيت مدر ولا وبر إلا دخله عز عزيز أو بذل ذي، لكنه دخله وانتشر الإسلام في أنحاء المعمورة، وملأ كل العباد وأخذوا برؤوسهم إلى رب العباد سبحانه جل في علاه. كما قال ربيع بن عامر لرستم: نحن عباد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والعظم الهجرة أطال فيها النفس البخاري بأحاديث كثيرة تبين لنا فضل الهجرة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.